أهلا بحضراتكم من جديد. صدر قرار من وزارة المالية بإضافة مادة جديدة للائحة التنفيذية لقانون الإجراءات الضريبية الموحد عشان يتم تسديد الضريبة قيمة الضريبة المضافة بالعملة الأجنبية. احنا محتاجين نعرف أكتر عن هذا الموضوع. معنا على التليفون الأستاذ رجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب بوزارة المالية. أستاذ رجب صباح الخير. صباح الخير أستاذة مارينا، وصباح الخير على الأستاذ أندرو، وصباح الخير على صباح الجميع. صباح الفل على حضرتك يا فندم. صباح الخير أستاذ رجب، عاوزين نتكلم عن هذا الموضوع وليه صدر قرار بأن يتم التعامل مع الضرائب بالعملات الأجنبية. بس أحب أوضح لحضرتك زي ما حضرتك أشرت في المقدمة أن فعلا صدر قرار معالي وزير المالية رقم 518 لسنة 2023 بتعديل في اللائحة التنفيذية للقانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020، بأن هو أضاف قال أن الشركات التي تتعامل بالعملة الأجنبية عليها وتحصل ضريبة القيمة المضافة على أداء السلع أو على بيع السلع أو أداء الخدمات بيتحصلها بالعملة الأجنبية عليها سداد الضريبة أيضا بالعملة الأجنبية، وذلك بهدف تعزيز مصادر العملة داخل جمهورية مصر العربية بحساب البنك المركزي. فبالتالي أصدر معالي وزير مالية قال في القرار إن هو كل ما اللي هي الجهات المرخص لها، لأن ليس كل جهة مرخص لها بأن تتعامل بالعملة الأجنبية، ولكن هناك جهات محددة داخل الدولة وفقا لطبيعة نشاطها أن تتعامل بالعملة الأجنبية. وعلى سبيل المثال الشركات السياحية أو الأوتيلات أو الفنادق، فهي بتتعامل في رسوم الإقامة بالعملة الأجنبية، فبالتالي بتقوم بتحصيل ضريبة القيمة المضافة على هذه الخدمة بالدولار، ثم تقوم بخصم مدخلات أداء السلع أو أداء الخدمات اللي هي المدخلات الخاصة بأداء الخدمة ديت أيضا بالدولار، ويكون هناك فرق بين الضريبة المستحقة على الإيرادات زي ما حضرتك تعلمي وبين الضريبة المخصومة على المشتريات أو مدخلات الخدمات، والفرق بينهما بيسمى الضريبة واجبة الأداء. دي بيتم هنا أصدر مع الوزير المالية أن يتم سدادها إلى مصلحة الضرائب بالعملة الأجنبية، وقال إن هناك خيارين، إما يتم تقديم الإقرار بالعملة الوطنية على أن يقدم تنازل بما يوازي القيمة بالجنيه ما يقابله بالعملة الأجنبية في أحد البنوك التابعة للبنك المركزي. يبقى إذن هنا القرار مديله خيارين، إما إن هو يسدد مباشرة بالعملة الأجنبية أو يسدد بالجنيه المصري شريطة أن يقدم أنه تنازل عما يوازي الجنيه المصري اللي هي الفروض الضريبية المستحقة ما يقابلها بالدولار في أحد البنوك التابعة للبنك المركزي. هذا ما أشار به معالي وزير المالية وأصرح به السيد رئيس مصلحة الضرائب المصرية الدكتور فايز الضبعلي. طيب أستاذ رجب، يعني ممكن دلوقتي أحد المشاهدين اللي بيتفرجوا علينا يسأل سؤال مهم، الهدف من هذا القرار بالنسبة للدولة فمفهوم أنه في مشكلة في العملة الأجنبية فإحنا أصدرنا هذا القرار لحل هذه المشكلة، طب الهدف منه بقى بالنسبة للمواطن اللي هيسدد أو بالنسبة للمواطن اللي هيتعامل بالعملة الأجنبية، ده جزء. الجزء الثاني، إيه اللي هيعود على المواطن من ده؟ ولو حد ما التزمش بهذه الإجراءات هل هيكون في عقوبات ولا هيتم التعامل معاه بالعملة المصرية عادي بما يعادل العملة الأجنبية؟ لا، هو طبعا زي ما حضرتك تعلم أن دي القرارات التي تصدر من معالي وزير المالية أو تصدر باللائحة التنفيذية فهي قرارات ملزمة، ولا هناك لم يكن هناك أي أعباء إضافية على المكلفين بذلك، لأنه بيتم تحصيل الضريبة بضريبة القيمة المضافة من المستفيد بالخدمة أو من هو مستفيد بشراء السلعة، بيتم تحصيل الضريبة بالعملة الأجنبية. فبالتالي المصلحة بتقول له طالما أنت حصلتها بالعملة الأجنبية لابد أن تقوم منها بالعملة الأجنبية. ولا يصل ذلك، عشان برضو للإيضاح أكثر، ولا يصل ذلك على عمليات الاستيراد، لأن برضو بعض الأسئلة اللي هي تيجي هل يصل ذلك على الاستيراد؟ لا، لا يصل ذلك على الاستيراد. إحنا بنقول أداء السلعة
شراء بيع السلعة بالعملة الأجنبية أو أداء الخدمة بالعملة الأجنبية وللجهات المحددة والمرخص لها من الدولة. وهنا يعني برضو عشان نأكد تاني للسادة المشاهدين، احنا بنتحدث عن ضريبة القيمة المضافة فقط لغير، لانه عشان الناس بس ما يحصلهاش غلط انه الضريبة ككل هتتم لا. بالعملة الاجنبية زي ما حضرتك اشرت، هي بتختصر على ضريبة القيمة المضافة اللي هي المفروضة بقانون ضريبة القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2020، وأيضا على بيع السلع بالعملة الأجنبية أو أداء الخدمة بالعملة الأجنبية. تمام. الأستاذ رجب محروس مستشار رئيس مصلحة الضرائب بوزارة المالية كنت ضيفنا عبر الهاتف، بشكر حضرتك يا فندم، شكرا جزيلا.